كيف يخرجون الملايين إلى الشوارع وفي الوقت نفسه عندهم القدرة على أن يضبطوا حركة هذه الملايين لتصل من النقطة ألف إلى النقطة باء. وهذا بالضبط يشبه عملية أنك تأتي إلى سد وراءه خزان مليء بالماء وتقوم بتفجير السد وأنت تعرف بالضبط أين سيذهب الماء وفي أي قنوات التي تريدها أنت. أنت ستخلق فيضانا كبيرا ولكن هذا الفيضان تحت السيطرة، تحت التحكم. وهذا ببساطة يناقض الأساسيات الموجودة في علم الاجتماع وفي علم السياسة وفي حتى حركة البشر وطبائع الأمور. ليس هناك في التاريخ ثورات محكومة يمكن أن أذهب بها من النقطة ألف إلى النقطة باء. حركة الناس عندما تخرج إلى الشوارع يمكنك أن تشعل النار ولكن يمكنك أن تسيطر على مدى اتساع هذه النار وما هي المخلفات أو الأضرار التي يمكن أن تنتجها. فبالتالي الكلام عن هؤلاء الأشخاص أو هذه الإدارة أو تلك الإدارة سواء كانت الولايات المتحدة أو الحكومة الخفية التي تدير العالم أو أي من هؤلاء الذين يخططون دائما لتغيير الواقع العربي وبالذات عندنا نحن في العالم العربي، الكلام دائما يصطدم بمسلمات علمية وتاريخية بالطبع نحن لا نراها لأننا مشبعون بالتفسير التآمري للتاريخ. السبب لماذا؟ لماذا في العالم العربي تنتشر نظرية المؤامرة بهذا الشكل؟ يعني إذا أخذناها بالأرقام كما قلت لكم نظرية المؤامرة ليست ظاهرة عربية موجودة هنا، ولكن إذا أخذناها كنسبة، أنا سأخذ مثل واحد فقط لتوضيح الفرق. إذا أخذناها كنسبة في الإحصائيات التي أجريت بعد أحداث سبتمبر بعدها بسنوات، هناك إحصائيات عديدة جدا ولكن نأخذ المعدل فقط. من يؤمن بأن أحداث سبتمبر مدبرة من قبل الحكومة الأمريكية بشكل أو بآخر في داخل الولايات المتحدة، النسبة المعدل المتوسط هو 15%، 15% فقط. النسبة معدل النسبة في العالم العربي يتراوح بين 60 إلى 75% من الذين يؤمنون بأن هذه حتى الآن يؤمنون بأن هذه الأحداث تم تدبيرها بشكل كامل من قبل الحكومة الأمريكية. هذا فقط ليعطينا الفرق بين العالم العربي وبقية العالم في تبني هذه النظرية. السبب هناك عدة أسباب لانتشار تفكير تبني تفكير نظرية المؤامرة عند العرب في العالم العربي. السبب الأول، نظرية المؤامرة هي أبسط قالب يمكن أن يعطيني سببا أو تحليلا لأي عمل مهما كانت معقدة. أحداث سبتمبر عملية معقدة، الصراع العربي الإسرائيلي، الربيع العربي، كل ما يمكن أن نفكر فيه من أحداث أثرت في الماضي وتؤثر الآن على واقعنا. هناك عوامل عديدة ومتشابكة ولكن القالب الأسهل والأوضح والمباشر بالنسبة لنا هو أن نقول إنها مؤامرة. هذا أسهل شيء بالنسبة لي المتلقي. النقطة الأخرى، العالم العربي يعاني ببساطة من ضعف في الاطلاع في القراءة، ضعف في المعرفة، يعاني من قيود حكومية على تدفق المعلومات. يعني إذا أردت أن تقوم ببحث في العالم العربي عن أي موضوع تاريخي وأن تذهب إلى الأرشيف، يعني هذا ما حدث مع أحد الأساتذة الباحثين في جامعة نيويورك. مرة أخرى سأعطيكم مثل حتى لا يكون الكلام نظري. كانت رسالة للدكتوراه عنده عن الجيش المصري ودوره في أيام محمد علي باشا، كيف تم تأسيس الجيش المصري و أمور أخرى كثيرة متعلقة بنشأته وتكوينه ودوره في المجتمع المصري كتكوين جديد في بداية تكوين الدولة المصرية. الدكتور ذهب إلى القاهرة وهو مصري، ذهب إلى القاهرة، حاول بشق الأنفس أن يحصل على وثائق عن الجيش المصري في وقت محمد علي
نحن لا نتكلم عن زمان عبد الناصر أو السادات أو حسني مبارك، نتكلم عن محمد علي قبل أكثر من قرن وأكثر. الموضوع دخل عبر موافقات أمنية، وفي النهاية وجد نفسه يجلس أمام ضابط في الجيش يسأله عدة أسئلة عن من يمولك، من لماذا تريد هذه المعلومات، وانتهى به الحال أنه ذهب إلى الأرشيف البريطاني وأخذ ما يريده من معلومات هناك، لأنه وجد أمامه سدا منيعا أمام المعلومات. فما بالنا بمعلومات حديثة الآن، نحن نتكلم عن القرن 18 و19. حتى الآن لا يوجد أي تدفق فعلي للمعلومات من الأرشيف الحكومي في الدول العربية. نحن ما نعرفه مثلا عن الحروب التي مرت بين العرب وإسرائيل، الحروب التي قامت في 67 و56 و48، الأرشيف العربي ليس واضحا وليس متاحا للعامة، بينما نحن محظوظون أن أرشيف الآخرين مفتوح حتى نستطيع أن نعرف شيئا عن تاريخنا. بالنسبة للحكومات العربية هناك نوع من الإغلاق للمعلومات بحجة الأمن. إذن عندنا أولا سهولة التفسير، هذا يجعل نظرية المؤامرة هي الأسهل في الانتشار. عندنا ضعف المعلومات، عندنا ما هو في تراثنا مما يشجع أيضا على تبني نظرية المؤامرة. يعني في التراث العربي والإسلامي هناك العديد من الأدبيات القديمة التي تتحدث عن تآمر، وكتبت في الماضي ليتم استعمالها في الصراعات الدينية والمذهبية في ذلك الوقت. فهناك إرث من هذا التآمر، هناك ضعف في الاطلاع وفي المعلومات، وهناك نوع من التعتيم الحكومي على تدفق المعلومات، فبالتالي يذهب المواطن العربي دائما إلى نظرية المؤامرة. هذا الشيء، تبني نظرية المؤامرة في كثير من الأحيان ليس شيئا سيئا بالنسبة للأنظمة العربية، لأن الكلام عن نظرية مؤامرة يجعل دائما هناك حجة لهذا النظام أو ذاك في أن يقول أن أي تغيير، أي مطالبة بأي شيء مختلف عما نحن عليه هو انصياع لمؤامرة خارجية. يعني سأعطي مثلا ليس من الدول العربية، ولكن مثلا مثل بسيط، ما حدث في تركيا مثلا قبل في بداية السنة، هبوط الليرة التركية كان لأسباب عديدة من ضمنها أسباب اقتصادية مهمة، مستثمرين وسيطرة الحكومة على البنك المركزي، ولكن ما حدث هو أن الحكومة التركية قامت بتجييش الرأي العام على أنها مؤامرة من الخارج، وطلبت من الناس أن يبيعوا الذهب، واستجاب الكثيرون، قاموا بتغيير الدولار إلى ليرة وباعوا ما لديهم من مصوغات ذهبية، وبالتالي حولت الأنظار من المشكلة الاقتصادية الموجودة فعليا في تركيا إلى عدو خارجي يحاول سلب الإرادة الوطنية. وهذا ينسحب على الكثير مما يحدث في عالمنا العربي. في دول عديدة في العالم العربي الآن الكلام سواء عن التغيير السياسي أو عن حقوق الإنسان أو أي من هذه المواضيع يتم التلويح بوجود مؤامرة خارجية، بوجود أشخاص يعملون في مجال حقوق الإنسان تم تدريبهم أو تمويلهم من قبل الغرب، وبالتالي يتم إسكات كل هذه الأصوات بحجة المؤامرة. ولأن المؤامرة شيء منتشر في العالم العربي وبين المواطنين العرب، فتقبل هذا الشيء عند الشارع العربي ليس صعبا على الإطلاق. لماذا الموضوع مهم بالنسبة للعرب وليس مهما بهذه الدرجة بالنسبة للشعوب الأخرى؟ عندما نتكلم عن نظرية المؤامرة عند العرب والتفسير التآمري دائما للأحداث، نحن قلنا أنها ليست ظاهرة عربية ولكنها موجودة أيضا في أمريكا مثلا، موجودة في دول أخرى في أوروبا. لماذا هي مهمة عند العرب ولماذا نتكلم عنها؟ الآن أنا قبل قليل ذكرت فرق الأرقام، هنا 15% وفي العالم العربي المعدل بين 60 إلى 75. ما نلاحظه في العالم العربي من تأثير تبني هذه النظرية على الرأي العام هو أولا
أنه ينشر إحساس بالعجز عند المواطنين أو عند الرأي العام العربي بشكل كامل. نحن دائما أمام مؤامرة، نحن أمام عدو يعرف ماذا يفعل ويستطيع أن يحقق أهدافه بالرغم من معرفة الجميع بما يحدث، على افتراض أن هناك مؤامرة دائما تحدث، دائما هناك ضد بلد ما هناك مؤامرة. المؤامرات يعني تعمل على كل البلاد العربية، 22 بلد كلهم عليهم مؤامرات يوميا. والشيء الغريب أنه يعرفها الناس في المقاهي في الدول العربية ولكن لا يزالون يقولون عنها أنها مؤامرة. هذا الإحساس بالعجز، هذا الإحساس بالضعف، بإحساس بسلب الإرادة، أنا أمام عدو لا يمكن لي أن أواجه هذا العدو لأنه دائما ينجو بمؤامراته. كل ما يحدث في بلداننا من مشاكل كلها بسبب هذا التآمر. الشيء الآخر هو القبول بنظرية المؤامرة دائما يعطينا غطاء يغلف كل الأسباب الحقيقية لما يحدث من مشاكل في العالم العربي. يعني مثلا عندما نقول أن إدارة أوباما هي التي صنعت داعش في العالم العربي، وهو كلام قاله حتى ترامب في الحملة الانتخابية، اتهم باراك أوباما وهيلاري كلينتون بأنهما من صنع داعش في العالم العربي، ونحن نسلم بهذا الكلام ونقول هذا كلام من مصدر أمريكي بغض النظر عن المصالح السياسية في قولي لهذا الكلام، ونحن نعرف جيدا أنه لا يعتقد بشكل فعلي بأنهما من صنع داعش، ولكن نحن عندما نتكلم عن هذا في العالم العربي نحن نبرر